أعتقد أن الحياة هي رحلة، ولا it's a journey، وهذه الرحلة الكل يبغي فيها أشياء معينة. كلنا يسعى إلى السعادة، وكلنا يسعى إلى المال، وكلنا يسعى إلى الوجاهة، لكن أعتقد الفارق بين الإنسان الناجح والإنسان أقل نجاحاً أن الإنسان الناجح التحديات عنده تهون، والمشاكل عنده تهون، وما عنده كلمة مستحيل، ويحاول وينطلق ويأخذ مجازفة ويأخذ ريسك ويتعب ويجتهد ويعمل ليل ونهار بكل طاقته. وفي الآخر أعتقد التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مهما عمل، وفي ممكن تشوف شخصين يعملوا بنفس المستوى وبنفس القدر، لكن واحد موفق من الآخر، التوفيق من الله. لكن في الوقت نفسه ربنا يحب أن يساعد الإنسان ليعمل، الإنسان الذي يجتهد، الإنسان الذي يسعى.